بشير. والدة مين؟ والدة بشون وصميل الشهداء الاثنين. عندهم كم سنة؟ 21 واحد 21. لا واحد راح وجي واحد كان هناك وجاء لجي قال له حروح عشان أخوي. كلمتهم يوم الجمعة كان هيصبح يركب السبت. جم أولاد الحرام دخلوا عليهم خدوه. عرفت إزاي؟ كان هناك فيه ناس من البلد رنوا علينا والفجر بيدن قالوا ده أخوات اتخطفوا. كان ابن عمهم هناك قال له اخواتك اتخطف يا بشير. قالوا دخلوا هاجم عليهم بس بقي ندم عليهم بالاسم يا بشون يا صميل يا دا يا داو وخدوهم. ها اقول لهم اشكركم يا اولاد اللي ثبتكم في امانكم وعلى دينكم متوا. ها يفتح عيونهم وينور قلبهم.